دين الشيحي بذكاء كبير الى علي فيلا اللي بطريقه فيها برشا فنيات يجاوز زياد الدربالي يضعف النتيجه في الدقيقه 73. هدفان لصفر ونادي حملم يواصل لعب الهجوم. الشيحي الى هشام الحاج قاسم العائد بقوه يتوغل على اليسار ويمرر في طبق الى انور علي فيلا. وهدف ثالث والثاني للإفواري علي فيلا. ونادي حملم ينجح مقابلة واحدة في تسجيل 3 أهداف مقابل هدفين فقط في 6 لقاءات. المقابلة تدرت الدقيقة 89. الجولة الثالثة لحساب كأس الرابطة والبروموسفور نجم حق الواد والكرم في ضيافة نادي حملم. 6 دقائق تمر على ضربة البداية وهجوم نادي حملم على موعد مع افتتاح النتيجة. زياد بن عبيد بالتوزيع والإفواري علي فيلا بلمسة من السهل الممتنع يعطي الأسبقية الفريق. هدف ما مرتش عليه أكثر من أنور علي فيلا ويتمكن من إضافة الهدف الثالث. ثنائية هي ثانية على التوالي الفيلا بعد ثنائية الأحد الفارق ضد الأولمبي البلجي في البطولة. وانتصار ثاني لنادي حملم برغم محاولات منافسه مكنتهم من تصدر طليعة المجموعة الأولى شمال. لكن علي فيلا كان أكثر حظ وهدف يأتي في دقيقة 27 تصويبة يسارية. وخمس دقائق قبل النهاية ضربة جزاء للملعب. وفي العكس الهجومات علي أنور فيلا وجه لوجه مع حمدي القصراوي والكلمة الأخيرة لحارس مرمى الترجي. ليعود الترجي الضعف بعدها أعداد محاولات نادي حملم. كرة ثابتة من علي بن عبد كرة من علي بن عبد القادر إلى حافظ والناس التمهيد وعلي أنور فيلا على يمين أنيس الزيتوني يضع الكرة في الشباك ويفتتح النتيجة. هدف كاد على اثره نادي حملم يتمكن من الاطمئنان نهائيا على النتيجه لو احسن علي فيلا امداد انيس بن شويخة. ولولا ايضا الخروج الموفق لانيس الزيتوني في العمليه هذه. يصبح لنادي حملم الامر. مخالفه ينفذها علي بن عبد القادر وعلي انور سيلا يستغل اضطراب في دفاع الافريقي ويذلل الفرق. ونهايه اللقاء بعودة الإفريقي للانتصارات قابلته الهزيمة الخامسة لنادي حمام الأنف في مرحلة الذهاب. في الشوط الثاني علي أنور فيلا جسومة صغير يعود